طابت أوقاتكم. دعوة مسعود بارزاني للاستفتاء على استقلال إقليم كردستان تقسم الشارع العراقي بين مؤيد ومعارض، ما هو رأيك؟ شوان المندلاوي: الاستفتاء حق مصيري للشعب الكردي، وهو من سيقرر مصيره في البقاء ضمن عراق موحد أو الانفصال بدون ضغوط. نتمنى أن لا نشهد حروب أو اقتتال، وأن تحل المشاكل بين الإقليم والمركز عبر الحوار البعيد عن التدخلات الخارجية. آسو آيديا علي: سأصوت بلا لحين يأتي يوم نكون بلد مؤسسات ونستاهل الاستقلال، أما الآن مجرد عائلات حاكمة وأمراء حرب. زين زين: إذا كانت رغبتهم بالانفصال فنحن نحترم قرار الشعب الكردي، لكن السؤال على أي أرض سوف تقسم الحدود؟ والجميع يعلم أن كثير من الأراضي والمدن بعد سقوط النظام قد مددوا بها وأصبح الأمر واقع حال كما يقولون، لهذا ستطفو على السطح كثير من المشاكل بعد هذا القرار. وبرأيي أن ما حصل عليه الأخوة الكرد حالياً أكثر مما سيحصل عليه بعد انفصالهم. ما في تويتر: عدنان حسين: سيصبح إقليم كردستان كجنوب السودان بعد الاستقلال، حرب أهلية بين مسعود وبين المعارضة الكردية، حرب لا تعرف نهايتها. علي الشرع: دعوة تكون صحيحة، شرط الاستفتاء أن يشمل كل الشعب العراقي وليس الإقليم، لأن نتائج استفتاء الإقليم معروفة سلفاً، فما فائدته إذن؟ أخيرا حوراء: مجرد دعوات كسابقتها في محاولة للضغط على الحكومة المركزية بتنفيذ مصالح الإقليم، وإن حدثت فعلا فهي ليست في صالح الإقليم بسبب الأزمة الاقتصادية.